مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من قناة السعودية نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم بدورتها 24 في الرياض. الضريبة والجمارك تحبط طموح ولتي تهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون في ميناء ضباء. مركز الأرصاد ينبه من هطول أمطار متوسطة على منطقتي الرياض والقصيم. حلبة كورنيش جدة تستعد لاحتضان سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تنطلق اليوم التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها 24 في الرياض، بمشاركة 105 من المتسابقين والمتسابقات يتنافسون عبر 6 فروع، وبتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. للحديث عن مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، ينضم إلينا من الرياض زميلنا مراسل أخبار السعودية عبد الرحمن الموسى. بداية، مساء الخير عبد الرحمن، نرحب بك معنا في نشرة الظهيرة لهذا اليوم. عبد الرحمن، بودي أن تطلعنا والسادة المشاهدين على تفاصيل المشاركين في هذه الجائزة وبعض المعلومات التفصيلية لديك، تفضل عبد الرحمن. نعم، أولا طاب مساكم مساء كل المشاهدين بكل خير. نحن نتواجد الآن حيث هذه التصفيات النهائية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده. هذا اليوم هو يوم التكريم الحقيقي بإذن الله عز وجل، ليس فقط في هذه الدنيا بل هناك تكريم أخروي عند رب العالمين. نحن الآن باحتضان كتاب الله عز وجل، هذا الدستور العظيم، دستور المملكة العربية السعودية، الذي تعده هو المنهج القويم الذي تعتمده في كل قوانينها، سواء كانت في المحاكم وفي غيرها من القوانين. نحن نتواجد الآن في استعداد لانطلاق هذه التصفيات النهائية في التي انطلقت وستختتم هذا اليوم بإذن الله عز وجل في التصفيات النهائية التي ابتدأت بستة فروع. كانت هذه الفروع هي الفروع الثلاثة الأولى بختم كتاب الله عز وجل كاملا، لكن هناك اختلاف بين حفظ كتاب الله عز وجل وفي الجزء الأول أو الفرع الأول وتفسيره وتجويده، وأيضا القراءات العشر. أما الثاني والثالث فهناك في التفسير والأداء، بينما الثلاثة الفروع الأخيرة ستكون في 20 جزءا ثم 10 أجزاء ثم 5 أجزاء تلاوة وأداء. دعوني حقيقة في هذه الساعة المباركة التي نستعد فيها لانطلاق هذه التصفيات النهائية أن نشنف أسماعكم بشيء من تلاوات بعض المتسابقين ليعطروا أسماعنا بكتاب الله عز وجل، حيث أننا نحن الآن على صدد انطلاق هذه المسابقة التي ننقلها لكم على الهواء ومباشرة عبر شاشة أخبار السعودية. نرحب بأحد المتسابقين هنا في هذه القاعة الذي يستعد بإذن الله عز وجل للتصفيات النهائية. نرحب بك عبر شاشة أخبار السعودية ونحن على الهواء مباشرة الآن. نريد أولا تعرفنا باسمك الكريم وما هو الفرع الذي تشارك فيه في هذه المسابقة، وتشنف أسماعنا بتلاوة ندية من كتاب الله عز وجل. اسمي سليمان البشري، بمشارك في الفرع السادس من منطقة جازان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله، نتمنى لك التوفيق والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. أيضا يقف بجواري أحد أيضا المتسابقين في فرع آخر من هذه المسابقة، ونحن نشهد هذه التصفيات النهائية. يعرفنا باسمه الكريم وفي أي فرع شارك، وأيضا يتلو علينا بقراءة الندية باختصار. الاسم عمر بن عبد الله الشهري من منطقة عسير، مشارك في الفرع الخامس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ما شاء الله تبارك الله، صوتك ندي، أسأل الله لك التوفيق والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. نحن معكم في نقل حي ومباشر لهذه المسابقة وهذه التصفيات النهائية الذي يشارك فيها نحو 105 متسابقين ومتسابقات. هذه المسابقة التي نشهدها في هذا اليوم في التصفيات النهائية، ونحن بانتظار حضور أيضا اكتمال الأعداد وحضور لجنة التحكيم بإذن الله عز وجل اختتام هذه التصفيات النهائية. نعم زميلي عبد الرحمن الموسى، كل الشكر الجزيل لك وللجميع من قرأ علينا هذه الآيات من القرآن الكريم. شكرا جزيلا لك زميلي عبد الرحمن الموسى، كنت معنا من الرياض. تحت رعاية وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، شهد مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود الفرج حفل اختتام البرامج التدريبية لعام 43 و400 و1044 و400 و1000 للهجرة، وتخريج دورة دبلوم العلوم الأمنية مسار الدفاع المدني ل109 ضباط ل51 في مختلف التخصصات النظرية في معهد الدفاع المدني بالرياض، حيث نفذت المديرية 86 برنامجا تدريبيا خلال عام 1443-1444 للهجرة، التحق بها 2394 متدربا من الضباط والأفراد ومنسوبي الجهات العسكرية والمدنية. أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مجموعة من العناصر اللازم توفرها في الفاتورة الضريبية المبسطة، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك. وذكرت الهيئة أن الفاتورة الضريبية المبسطة يجب أن تتضمن تاريخ إصدار الفاتورة واسم المتجر ورمز الاستجابة السريعة، على أن يكون عنوان الفاتورة فاتورة ضريبية مبسطة، وذلك للفواتير بين منشأة ومستهلك. تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 1,270,000 حبة كبتاجون عثر عليها مخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر ميناء ضباع، حيث تم القبض على مستقبلي الشحنة وعددهم 3 أشخاص، وذلك بعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
نفت وزارة السياحة وجود إمكانية لتمديد فترة الإقامة الخاصة بالتأشيرات السياحية، معللة ذلك بأنه يمكن الحصول على هذا النوع من التأشيرات إذا كانت سارية المفعول عند الوصول. وقالت في حسابها على تويتر إنه يمكن لحامل التأشيرة السياحية زيارة كل المناطق وأداء العمرة، ولا يمكن له أن يؤدي مناسك الحج. كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام استعداداتها في آخر جمعة من شعبان لاستقبال ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين لأداء فريضتهم بكل يسر وطمأنينة. للحديث أكثر ينضم إلينا زميلنا مراسلنا من مكة أيمن الثبيتي. بداية مساء الخير أيمن، نرحب بك معنا في نشرة الظهيرة لهذا اليوم. اليوم هو آخر يوم جمعة في شهر شعبان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا والجميع شهر رمضان. بودي أيمن أن تعطينا يعني الاستعدادات أولا يعني كآخر جمعة اليوم في رمضان أو عفوا في شعبان للمصلين ومن قدموا للصلاة ولحضور خطبة الجمعة، وكذلك ماذا عن استعدادات الحرم المكي لشهر رمضان المبارك؟ تفضل أيمن. نعم، شكرا زميلي، احييك واحيي كافة متابعي أخبار السعودية من هنا من المسجد الحرام، حيث أدى المصلون صلاة الجمعة لهذا اليوم وهي آخر جمعة لشهر شعبان في أجواء آمنة مطمئنة، حيث استمع الجميع لخطبة الجمعة وأداء الصلاة. بعد الانتهاء من صلاة الجمعة كان هناك تفويج من قبل جميع الجهات العاملة في الحرم المكي الشريف للمصلين والمعتمرين من عدد كبير من الأبواب في المسجد الحرام. نتحدث عن استعداد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لشهر رمضان المبارك. كما تشاهد خلفي هذا باب الملك عبد العزيز رحمه الله، وهو باب رقم 1، تم إعادة فتح هذا الباب وذلك بحضور من قبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبمعية معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز أسديس، حيث كان هناك إعادة لافتتاح باب رقم 1 وهو باب الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. هي أولى المراحل التشغيلية لشهر رمضان المبارك. كما تعلم يعني هذا الباب هو يعتبر شريان لدخول المعتمرين إلى المسجد الحرام ومن ثم توجيههم إلى صحن المطاف. يعني هذا الباب هو يستقبل المعتمرين فقط، المصلين لهم أماكن مخصصة للصلاة سواء الآن أو في شهر رمضان المبارك. فبالتالي العمل كبير وحراك قائم من قبل الجهات ذات العلاقة استعدادا لشهر رمضان المبارك. الخطة التشغيلية التي أعلنت من قبل شؤون الحرمين هي تعتبر الخطة الأكبر والتاريخية نظرا للأعداد المتوقع وصولها إلى المسجد الحرام. فبالتالي هناك أعداد من العاملين سوف يقدمون خدماتهم بشكل مباشر إلى المعتمرين إلى المصلين. أيضا خصصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عدد كبير من المصليات، تخصيص ما يقرب من 50 مصلى لقاصدات الحرم المكي الشريف في أروقة المسجد الحرام، توسعة الملك فهد رحمه الله، التوسعة السعودية الثالثة، وأيضا الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف. أيضا للرجال هناك عدد كبير للمصليات التي
خصصتها شؤون الحرمين للرجال، فبالتالي هناك حراك. الخطة التشغيلية بدأت تنفيذها لاستقبال المعتمرين والاستعداد الأمثل لاستقبال المعتمرين والمصلين في شهر رمضان المبارك، لكن نود أيضا أن يتقيد كل من يرغب أداء العمرة لحجز العمرة من خلال تطبيق نسك، والذي أعلن من قبل وزارة الحج والعمرة حتى يكون أو يتمكن من الوصول إلى الحرم المكي الشريف. بلغ الله الجميع شهر رمضان المبارك والجميع في خير وبركة. نعم اللهم زميلي. آمين. نعم بكل تأكيد. نشكر لك زميلي أيمن أثبيتي ما وفيتنا به من أخبار وآخر المستجدات على الحرم المكي والاستعدادات لشهر رمضان المبارك. زميلي أيمن أثبيتي مراسلنا من مكة المكرمة، كل الشكر الجزيل لك. أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري على أهمية تبني موقف عربي موحد لمواجهة ما تبثه بعض المنصات الإعلامية الدولية من محتوى مخالف يتعارض مع المبادئ الإسلامية ولا يحترم قيم وأخلاقيات المجتمعات العربية. وأشار الوزير في ختام اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب في دورته 16 إلى أهمية توظيف العمل الإعلامي لتعزيز ثقافة الحوار والتعاون والتسامح واحترام القيم والثقافات الأخرى، واعتبار تنوعها سبيلا لتحقيق الازدهار للشعوب، مشددا على ضرورة احترام القيم وحق المجتمع في حماية وصون قيمه وثقافته الخاصة، ووضع آليات تنفيذية مشتركة واضحة لبلورة موقفنا الرافض للمحتوى المخالف لمبادئ مجتمعاتنا وثقافاتنا. خلال مشاركته في أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وزير الإعلام سلمان الدوسري يشدد على تبني موقف عربي موحد لمواجهة ما تبثه بعض المنصات الدولية من محتوى مخالف يتعارض مع المبادئ الإسلامية وقيم وأخلاقيات المجتمعات العربية، ولكونه يدخل كل بيت على مدار الساعة. يحذر وزير الإعلام من تسليط هذا السلاح لما له من تأثير وقوة لضرب قيم وهوية الأسر العربية بدلا من تشكيل الوعي الجماهيري. المملكة تدق ناقوس الخطر مجددا، مطالبة بآليات تنفيذية عربية مشتركة حاسمة لرفض فرض القيم، مع متابعة مدى التزام المنصات الغربية بضوابط النشر العربية. إذن بعد توجيه بوصلة الجهود الخليجية للتصدي لكل ما يخالف المبادئ الإسلامية والمجتمعية، والذي برز في بيان هيئة الإعلام المرئي والمسموع بالمشاركة مع لجنة الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون لمنصة نتفليكس سبتمبر الماضي، خشية تأثير محتواها على الأطفال وإنذارها باتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامها. تقود السعودية الجهود لحماية المجتمعات العربية وتمكينها أمام الهجمات اللا أخلاقية لتطبيع الشذوذ وخدع الأجيال الجديدة دعوى الحرية وبإجراءات قانونية. لا يمكن أنك أنت كدولة واحدة تقف أمام هذه الشركات العملاقة بحكم ضخامة حجمها ونفوذها، لكن إذا استطعت أن يكون هناك موقف عربي موحد أمام هذه الشركات فإنه ممكن يكون هناك تأثير. في ظل التقنية والعولمة الإعلامية وتحدياتها باقتحام خصوصية هوية المجتمعات وإساءة استخدام مصطلحات الحرية لغسل الأدمغة، وزارة الإعلام تركز على صناعة الوعي وتطوير أسلحة المواجهة القانونية. للحديث أكثر ينضم إلينا الكاتب السياسي الأستاذ سلمان الشريدة. بداية أستاذ سلمان مساء الخير، نرحب بك معنا في نشرة الظهيرة لهذا اليوم، سعيدين بتواجدك معنا. وزير الإعلام ذكر في كلمته بأننا نتطلع إلى وضع آليات تنفيذية مشتركة واضحة لبلورة موقفنا الرافض للمحتوى المخالف لمبادئ مجتمعاتنا وثقافتنا. بكل تأكيد هذه الجملة هي يعني لسان حال الكثيرين، وخصوصا في الفترات الأخيرة نظرا لما نشهده من أفكار دخيلة على مجتمعنا من خلال هذه المنصات.
كما ذكر الأستاذ محمد الحارثي كذلك في التقرير بأن هذه الشركات العملاقة الإعلامية لن تجابهها دولة واحدة، بل المفترض أن يكون هناك موقف عربي موحد. تعليقك أستاذ سلمان، تفضل. أهلا بك وأهلا بي سيدات والسادة المشاهدين. معالي وزير الإعلام أستاذ سلمان الدوسري ذكر حقيقة نقاط مهمة تتعلق في وضع الإعلام العربي، وهذا يعد تبني موقف سعودي عربي موحد للتصدي لكل ما يعبث بقيمنا وأخلاقنا ومبادئنا، وهذا يؤكد على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية للإعلام وإدراكها لأهمية وضرورة المواكبة للمشروع التنموي الذي تتبناه السعودية من خلال رؤيتها الطموحة وإظهار الوجه الجديد للشرق الأوسط الذي يعمه الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى النقاط المهمة التي ذكرها فيما يتعلق باحترام المبادئ وكذلك مراعاة الأخلاق الإسلامية والقيم العربية. يعني في تصوري أننا أمام تحدي كبير لغزو فكري تتبناه دول ومنظمات لضرب مجتمعاتنا وقيمها وأخلاقها من خلال الترويج لمحتويات تضرب أخلاقنا ومبادئنا وتغزون فكريا حقيقة. وهذا التحدي أنا أعتقد أنه ليس فقط أمام هذا المجتمع اليوم، ولكن أيضا هو طويل الأمد ويستهدف أجيالنا القادمة. نحن أمام خطر كبير من خلال هذه البرامج والتطبيقات في وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك أيضا من خلال بعض المنصات التي تتعلق في نشر بعض الأفلام وبعض الوثائقيات وبعض يعني البرامج التي تتعلق في الغزو الفكري. هناك لو نلاحظ اهتمام كبير لدى عدد من الدول حقيقة، وهذا مؤسف جدا، في تبني بعض الأخلاقيات المنحرفة التي تتنافى حقيقة مع أخلاقنا وقيمنا. نحن لنا خصوصيتنا في العالم العربي، ولذلك يجب المحافظة عليها والاهتمام عليها حتى لا يكون هناك فوضى في المبادئ والأخلاقيات العربية والإسلامية. نحن اليوم أمام اهتمام كبير لوسائل الإعلام، وعلينا اليوم أيضا كما ذكر سمو ولي العهد بأننا اليوم أمام تحدي كبير في هذه الأخلاقيات التي حقيقة تمثل أهمية كبيرة. لذلك هو اهتم سمو ولي العهد في صناعة التنمية التي يريد أن يطمح بها في الشرق الأوسط، وكذلك أيضا ما ذكره معالي وزير الإعلام في خلال هذا الاجتماع الذي يجمع وزراء العرب في حقيقة تبني فكرة سعودية حقيقة توحد الجهود وتعمل على تضافر الجهود في التصدي لهذه الأخلاقيات والمبادئ التي نحافظ عليها ونتمسك بها للمحافظة علينا ووحدتنا. أنا أعتقد أن صناعة هذه الفوضى أعتقد أنها من ضمن استراتيجيات حقيقة بعض المنظمات وبعض الدول التي تسعى للتخريب وخلق نوع من الفوضى في داخل هذه الدول العربية حتى تستطيع أن تغزوها فكريا ويتم السيطرة عليها. اليوم نحن لسنا أمام حروب تقليدية، نحن اليوم أمام حروب فكرية حقيقة وأخلاقية، ولذلك اليوم من المهم جدا ونحن سعداء وفخورون بقياداتنا التي اليوم تهتم في هذا الجانب التي تدرك أهميته وخطورته للتصدي لمثل هذه الأفكار المنحرفة التي يتم بثها من خلال هذه المنصات. نعم أستاذ سلمان، في حال كان وجود هناك شراكة إعلامية تنطلق من موقف عربي موحد لمواجهة ما تبث بعض هذه المنصات الإعلامية الدولية، وكذلك في حال كان هناك آليات تنفيذية مشتركة واضحة بين الدول العربية ومتابعة لمدى التزام تلك المنصات بضوابط النشر في البلاد العربية، أيضا في حال كان هناك اتخاذ إجراءات موحدة في حال مخالفة أي من الشركات لأي من هذه الضوابط، هل سنكون عربيا نحن في موقف أقوى لمجابهة هذا المد التسونامي الإعلامي؟ بكل تأكيد طبعا، نحن في الدول العربية لدينا شعوب لا يستهان في متابعتها لهذه المنصات، ونحن دول مؤثرة حقيقة في خصوصا في مجال الإعلام، وبالتالي أعتقد أن متى ما كان هناك موقفا موحد مع الدول العربية للتصدي لمثل هذه المنصات التي تعبث أو يعني بقصد أو بغير قصد في بعض من خلال يعني جعل بعض الحريات أو سقف الحريات المفتوحة
التي من خلالها يتم تمرير بعض الأفكار المنحرفة والمخالفة للمبادئ، أو من خلال تبني حرية مثل ما بعض البرامج التي لديها بعض البث المباشر الذي يتم بث بعض الأخلاقيات الغير يعني حقيقة لا تمثلنا ومؤسفة للغاية. وبالتالي أنا أعتقد وضع مثل هذه الضوابط والوقوف والتصدي لمثل هذه الشركات الكبرى، أعتقد أنها سوف تضطر إلى تلبية احتياجاتنا من خلال وضع ضوابط معينة، آليات وأطر تتحكم في يعني هذه المنصات وهذه البرامج، من خلال يعني وضع هذه الآليات التي يتم يعني دراستها. وبالتالي أنا أعتقد أن من المهم جدا أن يكون هناك يعني، ولنا تجربة في ذلك، يعني المملكة العربية السعودية في بعض المنصات تم يعني التواصل مع هذه الشركات وتهديدها بالإغلاق، وبالتالي خضعت هذه الشركات للشروط والمبادئ أو المعايير التي تتطلب وضعها لتتناسب مع أخلاقياتنا ومع مبادئنا وأخلاقنا. وبالتالي أنا أعتقد أنه كل ما كان هناك منصة أو برنامج ضرره أكثر من نفعه، فبالتالي لابد وضع ضوابط عليه من خلال، لأنه أنا أعتقد أن وجود نظام في كل شيء في كل مناحي الحياة، أنا أعتقد أن حتى ديننا الإسلامي وضع ضوابط شرعية يتم من خلالها الامتثال فيها يمتثل لها الناس. وأيضا وجود الأنظمة والقوانين، أنا أعتقد في بعض الناس يعتقد أن هناك حريات مطلقة، وهذا غير صحيح. ليس هناك حريات في العالم كله، حتى في بلد الحرية الولايات المتحدة الأمريكية لديها ضوابط وقوانين في كافة مناحي الحياة. فأعتقد أن وجود فوضى في مثل هذه البرامج والمنصات، أنا أعتقد أنها سوف يكون هناك انحلال وأيضا فوضى تضر المجتمع، وأعتقد أنها تهدد المجتمعات والأجيال القادمة من خلال الأخلاقيات والغزو الفكري. فبالتالي أنا أعتقد أن وجود الضوابط التي تتحكم في هذه المنصات، أنا أعتقد أنها سوف يكون هو الحل الأمثل في ضبط أخلاقيات وسلوكيات الناس، وكذلك أيضا ما ينشر في هذه المنصات. صحيح. أستاذ سلمان، إذا سمحت لي في سؤال على عجل، يعني هناك ما يعرف بالأمن الغذائي وكذلك بالأمن العسكري، هل نحن اليوم بحاجة لتعزيز مفهوم الأمن الإعلامي؟ بكل تأكيد، وهذا أيضا يتواءم مع الأمن الفكري. وبالتالي أنا أعتقد أن الأمن الإعلامي والأمن الفكري يسيران في طريق متوازي، وأنا أعتقد أنه هذا يعني له أهمية كبيرة، وأنا أعتقد أن المملكة تدرك هذه الأهمية وتعمل على يعني برامج يتم من خلالها حماية الأمن الفكري. وأعتقد أن وزارة الإعلام اليوم لديها مجهودات، ومن خلال هذا الخطاب الذي اليوم يشعرني فيه بالتفاؤل، من خلال هذا الخطاب لمعالي وزير الإعلام سلمان الدوسري الذي ذكره أمام وزراء الدول العربية، أنا أعتقد أننا أمام خطوة مهمة، وإدراك وزراء الإعلام لأهمية وخطورة مثل هذه. أنا أعتقد أن هذا الوزير الشاب، أنا أعتقد أنه يعرف ويميز ويرى، وهو أيضا الذي حسابات في مثل هذه المنصات، ويرى بنفسه مثل هذه الأخلاقيات والانحرافات الفكرية التي توجد في هذه المنصات التي يتم من خلالها استهداف أخلاقنا وقيمنا الإسلامية التي لا نرضاها ولا نريدها، ولابد من وضع ضوابط لحماية الأمن الفكري وسلوكيات الناس وحماية مبادئنا وقيمنا الأخلاقية. للأسف اليوم البيوت أو أرباب الأسر يربون أبنائهم ويتم من خلال غزوهم فكري من خلال هواتفهم المتنقلة. أنا أعتقد أننا أمام يعني منعطف خطير في هذه المسألة، وأنا أعتقد أن من خلال ما ذكره معالي وزير الإعلام لهذه النقاط، أنا أعتقد أننا أمام مرحلة جديدة. أتمنى أن نرى نتائج هذا الخطاب ونتائج هذا العمل المشترك العربي في التصدي لمثل هذه البرامج التي وضعت للفوضى الأخلاقية للأسف، ولابد من ضبطها ووضع ضوابط يتم من خلالها الحفاظ على القيم الإسلامية والأخلاقيات العربية. وبالتالي أنا أعتقد أننا اليوم يعني متفائلين لمستقبل إعلام عربي موحد بإذن الله. نعم، بكل تأكيد. الأستاذ سلمان الشريدة الكاتب السياسي، كنت معنا في أخبار السعودية، كل الشكر الجزيل لك.
ربطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستفادة من حافز الاستدامة بضرورة أن يكون للموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين. وأوضحت الوزارة أن شروط حافز الاستدامة تتضمن أن يكون المستفيد مسجلا في قائمة أفراد برنامج توطين. أطلقت وزارة التعليم المرحلة الثالثة من مبادرة نبيه للتعليم العام، والتي تستهدف أكثر من 150 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية بمدارس التعليم العام. وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم والمساهمة في رفع مستوى الحصانة النفسية والسلوكية لديهم، بما يسهم في وقايتهم من المخدرات ويدعم بناء جيل واع وطموح وفقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. وشهدت مبادرة نبيه للتعليم العام في مرحلتيها الأولى والثانية مشاركة أكثر من 485 ألف طالب وطالبة. يواصل مهرجان لنشاركهم فعالياته الذي يقام لأول مرة لذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ويتضمن العديد من الفعاليات المنوعة ويهدف لإبراز الطاقات الفاعلة لذوي الإعاقة في المجتمع. المزيد في سياق التقرير التالي. المهرجان النوعي لذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية جاء بهدف تمكين ذوي الإعاقة وإبراز إبداعاتهم وتقديم الدعم المناسب لهم في كافة المجالات. أكثر من 30 جهة حكومية وأهلية تشارك في المهرجان الذي ينظمه نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، بهدف تحقيق أفضل معايير الجودة في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وتوفير الدعم التأهيلي والطبي واكتشاف المواهب. يقدم الأشياء الكثيرة من خلال البرامج المعدة، من خلال مشاركتهم أنفسهم سواء من خلال ما يقدمونه هم الأشخاص من ذوي الإعاقة، سواء في كأشخاص منتجين، كأشخاص بارزين في المجالات، اكتشاف المواهب اللي لديهم، الإمكانات اللي قاموا فيها والعمل اللي عملوا. يحتضن المهرجان برامج وفعاليات توعوية وثقافية ورياضية خاصة بذوي الإعاقة، كما يقدم العديد من فرص التوظيف من خلال الجهات المشاركة. طبعا علوي من طلاب ذوي الإعاقة الذهنية، ويمتلك ما شاء الله مهارات جدا عالية في المجال المهني، يستطيع يشتغل شغلات مختلفة ويقدر يسيطر على أدوات العمل بشكل ممتاز. مشاركتنا في مهرجان الأشخاص ذوي الإعاقة لنشاركهم بسيارة الورشة المتنقلة لصيانة الأجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة. زي ما تعرف الكراسي للأشخاص ذوي الإعاقة تواجه بعض الأعطال، الجمعية سعت ببرنامج يقوم بصيانة هذه الأجهزة. المهرجان الذي يقام في مشروع الرامس بالعوامية يقدم قصص نجاح ملهمة لذوي الإعاقة، كما يسهم في تنمية الجانب الاجتماعي والثقافي لدى الأسر والمجتمع. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. أمير منطقة المدينة المنورة يشهد توقيع نقل مهام الإشراف على مسجد قباء وتشغيله إلى هيئة تطوير المنطقة. كما تتابعون أيضا، وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة اليونان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. أهلا بكم من جديد. رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس ميدان الملك سعود للفروسية في المنطقة لسباق الدرعية وكأس إمارة المنطقة، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، وذلك بمقر الميدان بمدينة بريدة. كأحد المنافسات الرياضية وتجسيدا للعناية بالموروث الثقافي والتاريخي،
أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز رئيس مجلس ميدان الملك سعود للفروسية شهد ختام موسم السباقات الفروسية بالميدان لخيل الإنتاج المحلي والخيل العربية. من أمام المنصة الرئيسية لشوطنا الرابع عشر للإنتاج المحلي مفتوح الدرجات، وأرعى سمو سباق الدرعية وكأس إمارة المنطقة والمقامة في ميدان الملك سعود للفروسية بمدينة بريدة بحضور الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية والأمير محمد بن سعد بن خالد. وتوج أمير القصيم الفائزين الذين تنافسوا للظفر بجوائز ودرع المسابقة. أمير القصيم أشاد بما يقدمه الميدان من منافسات متميزة على مستوى الملاك والجوائز. منافسات وسباقات متعددة ينظمها ميدان الملك سعود للفروسية اختتمت موسمها الفروسي وسط منافسة وتفاعل من المشاركين والمهتمين برياضة الفروسية. لأخبار سعودية علي العطينان بريدة. رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم حفل تكريم 40 فائزا بجائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي من الجهات الحكومية والأفراد بنسختها الثانية. لما للمحتوى الرقمي من دور إيجابي في فضاء الإعلام؟ رعى أمير منطقة القصيم جائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي من الجهات الحكومية والأفراد بنسختها الثانية. هذه الجائزة جت في وقت تفاقم فيها المحتوى مع الأسف السيء في مواقع التواصل وكاد يطغى على الجيد والراشد، وبالتالي هذه المبادرة من سمو أمير منطقة القصيم والإمارة في تقديري عمل رائع جدا لتحفيز من يقدمون المحتويات الجيدة. كما كرم 40 فائزا بجائزة صناعة المحتوى الذين أسهموا بمحتواهم الإيجابي لتكون هذه الجائزة داعما لهم بما يتميزون به من آثر وتأثير. ممتن جدا لهذه الجائزة، وأنا قلت في كلمتي أنا يوم كنت مذيع قبل 10 سنوات كان الإعداد والتقديم والإخراج والتصوير والمونتاج أخذناها في سنة. الآن أي أحد عنده جوال ذكي وعنده حساب على تويتر يسويها في 5 ثواني، في السناب شات يسوي الخمس أشياء هذه في 5 أو 6 ثواني. إحنا اليوم أمام ثورة عظيمة، لو لم توجد جوائز عظيمة ومحفزة لأبناء الوطن عشان نكثرهم. تأتي جائزة صناعة المحتوى الرقمي لتكريم كوكبة من المؤثرين الذين يخدمون الوطن في فضاء الإعلام الرقمي، وكانت هذه الجائزة إحدى مخرجات برنامج الأمن الفكري. شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة شهد مراسم توقيع محضر نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء وتشغيله إلى هيئة تطوير المنطقة بدلا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك لتحقيق المزيد من العناية والاهتمام التي توليها الحكومة الرشيدة للمساجد في الوقت الذي يشهد فيه محيط المسجد عددا من المشاريع التطويرية والتأهيلية، فضلا عن رفع كفاءة مبنى المسجد بمنظومة الخدمات المصاحبة وتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية المحيطة لرفع كفاءة التفويج وسهولة الوصول وتعزيز الأمن والسلامة للمصلين والزوار وتطوير وأحياء جملة من المواقع التاريخية والآثار النبوية الواقعة ضمن نطاق المسجد وساحاته. برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير يطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة فعالية أسبوع البيئة تحت شعار بيئتك تعرفك، وذلك لنشر التوعية البيئية ودعم المشاريع المتميزة. بيئتك تعرفك شعار أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة أسبوع البيئة لهذا العام، وذلك لرفع الوعي البيئي في أوساط المجتمع، حيث قام فرع الوزارة في منطقة عسير وبرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير بإطلاق عدد من الفعاليات والمبادرات تشارك فيها عدد من القطاعات الحكومية والخاصة.
فعاليات أسبوع البيئة بمنطقة عسير لهذا العام تتم تحت شعار بيئتك تعرفك، وتتنوع الفعاليات ما بين أعمال التشجير وتنظيف الشواطئ وأعمال تنظيف المنتزهات البرية، وكذلك هنالك العديد والعديد من البرامج التوعوية. هذا وقد كرم فرع الوزارة عددا من الجهات المشاركة في المبادرات والجهود المساهمة في الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى المشاريع البيئية الداعمة لرؤية المملكة 2030. تم في هذا اليوم تكريم أبرز المشاريع البيئية بمنطقة عسير، وهي مشروع المسح البيئي الشامل الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة عسير، وكذلك مشروع حماية الأشجار المعمرة، وكذلك تم تكريم مشروع زراعة 55 ألف شجرة بشركة المياه الوطنية، كما تم تكريم شركة السودة للتطوير عن مشروعها بإطلاق 23 وعل إلى المناطق الطبيعية بالسودة. تم تكريم كذلك قوات الخاصة للأمن البيئي عن مساندتها ودعمها الدائم للمراكز البيئية. نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، حضر وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري مساء اليوم حفل سفارة جمهورية اليونان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في منزل سفير جمهورية اليونان أليكسيس كونسانتو بحي السفارات بالرياض. أعلن برنامج الرياض الخضراء انطلاق أعمال التشجير في حي الجزيرة شرق الرياض كثالث الأحياء السكنية التي يتم تشجيرها عبر زراعة أكثر من 39 ألف شجرة في الحي. رحلة تفاعلية في حي الجزيرة يخوضها الزائر تشمل على معلومات حول مراحل المشروع حتى الانتهاء، وذلك ضمن جهود برنامج الرياض الخضراء في الحي. اليوم ضمن خطتنا في تشجير 120 حي سكني نستهدف بتنفيذ البنية التحتية وزراعة الأشجار. لدينا عدد من المرافق ضمن مكونات الحي، على سبيل المثال الحدائق الغير مطورة، تشجير المساجد، تشجير المدارس وأيضا الطرقات. لدينا في حي الجزيرة أكثر من 11 حديقة غير مطورة، اليوم نقف في أحد الحدائق الغير مطورة، يعمل المقاول التنفيذ بزراعة الأشجار وتنفيذ الملاعب والمرافق الرياضية. سيسهم تشجير الأحياء السكنية في رفع جودة الحياة لسكان العاصمة وزوارها، حيث سيحظى سكان الأحياء بمسارات تظللها الأشجار وتربط بين عناصر الحي، مما يعزز أسلوب الحياة الصحي ويشجع على ممارسة المشي، بما في ذلك توفير مساحات خارجية للتنزه. أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع إلى المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقتي الرياض والقصيم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية تستمر حتى الساعات الأولى من يوم غد السبت. كما نبه المركز من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران تستمر حتى الساعة 12 من صباح السبت. توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كذلك الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض. يحظى كأس العلا للهجن بتغطية إعلامية فضائية ورقمية واسعة، حيث ضمت التغطية تواجد أكثر من 100 إعلامي من مختلف دول العالم، إضافة إلى نقل فضائي مباشر عبر أكثر من 10 جهات إعلامية وبعدة لغات.
ووفرت اللجنة المنظمة للبطولة مركزا إعلاميا متكاملا على مساحة 20×20 متر مكعب بجانب المسار الرئيسي لأشواط البطولة، كما تم توفير مولد كهربائي يولد 200 كيلو واط وآخر احتياطي، وتوفير خدمة الإنترنت على مدار الساعة بسرعة تتجاوز 150 ميجا بايت. تستعد حلبة كورنيش جدة لانطلاق منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بداية من اليوم وعلى مدار 3 أيام، وذلك للمرة الثالثة خلال 16 شهر في حدث رياضي منتظر سيكون محط أنظار العالم، حيث سينتقل 20 سائقا من نجوم الفورمولا 1 إلى سياراتهم في حصتين للتجارب الحرة اليوم وغدا وصولا للجولة التأهيلية، والتي ستحدد شكل شبكة الطرق بل شكل شبكة الانطلاق للسباق الرئيسي يوم الأحد المقبل. للحديث أكثر ينضم إلينا زميلنا من جدة مراسل أخبار السعودية عبد العزيز إدريس. بداية مساء الخير عبد العزيز، نرحب بك معنا في نشرة الظهيرة لهذا اليوم. عبد العزيز، الصوت والصورة لديك لتنقل لنا كافة التفاصيل من خلال مشاهداتك الآن، تفضل عبد العزيز. يا أهلا وسهلا، مساء الخير عليك زياد وعلى مشاهدينا الكرام. متواجدين معكم من حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم. بدأ توافد الجماهير في جائزة السعودية الكبرى التي تنطلق في نسختها الثالثة. لو ينقل لنا زميلنا عبد الله الصورة الآن حيث توافد الجماهير بدأ في حلبة كورنيش جدة. أول استضافة كانت في عام 2021، كسبها البريطاني لويس هاملتون سائق فريق مرسيدس، وفي عام 2022 كانت الجائزة من نصيب الهولندي ماكس فيرستابن. والكل يترقب في هذا السباق لهذا العام من سيكون الفائز في جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1. أيضا هناك العديد من التعديلات أجريت على حلبة كورنيش جدة زياد في هذا العام، والمتمثلة بزيادة تحسين خطوط رؤية السائقين في أقسام محددة من الحلبة، أيضا إعادة تشكيل الحواجز المختلفة بما يتماشى مع التوصيات الجديدة التي تم طرحها من الاتحاد الدولي للسيارات. كما تشاهدون الآن من مدخل الحلبة سلاسة دخول الجماهير، أيضا خلال تواجدنا أو اتجاهنا إلى الحلبة شاهدنا تواجد رجال المرور في كل الطرق المؤدية إلى الحلبة ووضع المسارات التنظيمية بالقرب من الحلبة، أيضا تواجد المنظمين لإرشاد الجمهور القادم من كل أنحاء العالم، تنظيم عالي أيضا في مواقف السيارات. الكل متكاتف زياد ويعمل لإنجاح هذا الحدث العالمي الذي تحتضنه المملكة. أيضا كما تابعنا إدارة تعليم جدة أعلنت أن يوم الأحد الذي سيوافق آخر يوم في البطولة سيكون إجازة للطلاب، وستفعل منصة التعليم عن بعد. السباق سينطلق مساء، وخلال 3 أيام كلها سيكون السباق ليلا تحت الأضواء الكاشفة من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء، وهو ما يضفي أيضا أجواء مذهلة وتجربة فريدة لعشاق الفورمولا. بعدها سيبدأ الحفل الموسيقي في اليوم الأول، هو الحفل الموسيقي المصاحب، أحد الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث والذي يحييه الفنان المصري أحمد سعد. زياد، أثبتت السباقين الماضيين أنهما من أكثر السباقات إثارة في الذاكرة الحديثة للبطولة، وشهد أيضا أكثر اللحظات شهرة وإثارة على الحلبة خلال موسمين. أيضا يشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لهذا العام 20 سائق يمثلون 10 فرق يتنافسون على لقبي السائقين والمصنعين. نعم زياد، يعني توافد الجماهير بدأ من وقت مبكر، أيضا التنظيم حول حلبة كورنيش جدة بأكثر من مدخل وبمسارات خاصة للجماهير، كل ذلك يسهل عملية دخول الجماهير، ونتمنى بإذن الله أن نشاهد سباق يليق بجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.
نعم نعم زميل عبدالعزيز، بودي يعني إذا سمحت لي أن تحدثني عن كمية الحضور أو الإقبال من المشاركين لحضور هذه الفعالية. كذلك بودي أن أسألك يعني ماذا تم الاستفادة من النسخ السابقة بإقامة هذه المسابقة وهذه الفعالية في مدينة جدة في تحسين يعني استضافة هذه النسخة؟ تفضل عبدالعزيز. صحيح، أولا لو نتكلم عن إشغال المجمعات السكنية والفنادق المجاورة للحلبة في كورنيش جدة، هذا يعني لأنه كما ذكرت لك يعني حضور الجماهيري من كافة أنحاء العالم، أيضا الفعاليات المصاحبة تساعد على الحضور الجماهيري. حتى الآن يعني الحضور الجماهيري ليس بالكبير، تفصلنا ما تقارب الساعتين عن انطلاق السباق الأول في اليوم الأول من جائزة السعودية الكبرى. أيضا هذا ليس المدخل الوحيد الذي يتواجد فيه، هناك أكثر من مدخل، هذا أحد المداخل الفرعية للحلبة، يعني توزع الدخول الجماهير على أكثر من مدخل يساعد على انسيابية الحركة ودخول الجماهير. نعم زميلي عبدالعزيز إدريس، كنت معنا من جدة ومن فعالية يعني الفورمولا 1، شكرا جزيلا لك زميلي عبدالعزيز. يعتبر منتزه الحبل في عسير أحد أهم الوجهات السياحية المميزة، والذي يتميز في هذه الفترة بالشلالات العملاقة التي تكون نتاج الأمطار الغزيرة على منطقة عسير، ليكون محل إقبال للكثير من أهالي وزوار المنطقة. نشاهد التقرير التالي. أهلا، إحنا اليوم موجودين في منتزه الحبلة في منطقة عسير، أحد أهم الوجهات السياحية في المنطقة. هذا المنتزه تحديدا شهير بالجبال الكبيرة وأيضا بالشلالات الكبيرة التي تكون من خلال الأمطار التي تتساقط خلال السنة وتحديدا في هذه الفترة. في هالتقرير بنتحدث عن هالشلالات بالتفصيل بإذن الله. سميت الحبلة التي تبعد حوالي 50 كيلو عن مدينة أبها بهذا الاسم، لأن سكان قريتها في الماضي كانوا يستعملون الحبال كوسيلة نقل للأشياء لصعوبة تضاريسها الجبلي. أجواء استثنائية لهذا المنتزه جعلت الزوار يتوافدون لرؤية شلالاتها العملاقة هنا. الحمد لله والشكر، أمطار خير وبركة في منطقة الحبلة، الزوار أعداد كثيفة جدا ومستمتعين بهذه الأمطار وهذه الأجواء الرائعة، مستمتعين بالشلالات الرائعة. ندعو كل الزوار أو كل من يرغب زيارة منطقة عسير يجي يشوف الأمطار، يشوف الروعة، يشوف الجمال، مستمتعين حتى وإحنا غرقانين في هذه الأجواء الرائعة. الوجهة ذات الطابع الجبلي الكبير أصبحت محل اهتمام سياحي للكثير. مشاهدين الكرام، نشرتنا انتهت. إلى العناوين: انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم بدورته 24 في الرياض. الضريبة والجمارك تحبط محاولتي تهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون في ميناء ضباء. مركز الأرصاد ينبه من هطول أمطار متوسطة على منطقتي الرياض والقصيم. حلبة كورنيش جدة تستعد لاحتضان سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1. مشاهدي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم لختام هذه النشرة. مني ومن كافة الزملاء في الأخبار كل الشكر لكريم المتابعة، في أمان الله.